أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الجمعة 5 مارس 2021. لا تندهش إذا التقيت اليوم بأحد أصدقائك القدامى، انتهز هذه الفرصة لتعرف آخر أخباره، ولكن لا تجعل مشاكله الشخصية تؤثر على قراراتك أو على حياتك. إذا جرت الأمور على غير المتوقع قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية. عاطفيا، خفف من حدة قساوتك في تعاطيك مع الشريك، لأن ذلك قد يولد نفورا بينكما، وهذا ما لا تريده على الإطلاق. مهنيا، تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، ولكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرا. صحيا، انتبه لصحتك ولا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.